سيد قطب. في الصيد. عايزه تعليق على يعني بيتقال دايما ان النهج الموجود الان وحتى فكر خيرت الشاطر وهذه المجموعه تاثر بشكل كبير جدا بفكر سيد قطب، وسيد قطب فكره كان من وجهه نظر كثيرين هو المسؤول عن العنف اللي بتنتهجه الجماعه الان. هذا صحيح. هذا صحيح. وانا الحقيقه دلوقتي بعمل غربله لفكر الاستاذ البنا، لان فكر الاستاذ البنا يعني الى حد ما قريب من فكر الاستاذ سيد. فالاثنين فيما نفسنا. يتعلق بالوطنيه، فيما يتعلق بالجنسيه، في حاجات كتير. طيب ناخد الصوره اللي بعديها. هي مش واضحه قوي دي الاعدام اللي تم لعدد من قيادات الاخوان. نعم.